هل حقيقة بلغت محظيات وخليلات محمد الخامس 30 محظية؟ أين كنا يعيشن؟ وماذا فعلنا بعد وفاته؟ وكيف تعامل الملك الحسن الثاني معهن؟ في هذه الحلقة نتعرف على علاقة محمد الخامس بالنساء. بداية نعرف بالمكان الذي احتوى هذه الأحداث. ابقوا معنا ودعموا القناة. القصر الملكي بالرباط يحيل على ديكورات وقصص للكاتب الأرجنتيني لويس خورخي بورخيس، فهي عالم من التوهيمات والأشياء المصطنعة والمتاهات التي لا تنجلي. إذا ما وصل المرء سيرا على الطريق المحفوفة بالورود والتي تؤدي بالتدرج هبوطا إلى الفناء الداخلي للقصر، فسيصل حتما إلى المصحة التي ولد فيها 4 من أبناء 5 للحسن الثاني. وهناك أيضا يتلقى هذا الأخير العلاج بشكل مناسباتي. صحيح، لقد كان يجهد نفسه ليبدو كما لو أنه كان بصحة من حديد، غير أنه كان يعاني من اضطرابات هضمية مؤلمة التقطها في بداية سنوات الخمسينات من القرن الماضي، حينما كان إلى جانب والده بجزيرة مدغشقر أيام الحماية الفرنسية، وذلك خلال نفي محمد الخامس بين سنتي 1953 و1955 من طرف المستعمر الفرنسي. يسير المصحة أطباء يوغسلافيون ولا شيء ينقصها، قاعة للعمليات ومختبر التحليلات الطبية وجهاز سكانر وصيدلية وصالة لعلاج الأسنان، وذلك في الطبق السفلي بمعية بضع غرف، وثمة أيضا صالة أخرى لعلاجة الأسنان وبضع 10 غرفة إضافية مؤتة ومعتنى بها جيدا، حيث يأتي إليها لفيف من خيرة الأطباء الفرنسيين والأمريكيين مرة كل شهرين من أجل إنزاج كشف صحي شامل للحسن الثاني، كما أن طبيب أسنان القصر كان يأتي من الخارج. وبالجوار تسكن آخر خليلات الملك محمد الخامس، فحينما توفي هذا الأخير جراء عملية جراحية عادية على الأنف سنة 1961، كان رجلا حيويا في العقد الخامس من العمر، أما محظياته فكن أغلبهن في نحو 30 من العمر، وبعد مرور قرابة 40 سنة ما زالت هناك نحو 20 منهن تسكن المكان ذاته، وقد بلغنا في معظمهن سن 70. كان الحسن الثاني يعاملهن باحترام، كل واحدة منها تتوفر على شقة ومسبح قريب وحديقة وسائق يسهر على مشترياتها من وسط المدينة. كان السكرتير الخاص للحسن الثاني يصرف لأولئك النسوة اللواتي لا معيل لهن رواتب ببضع مئات آلاف من الدراهم كل شهر ليتمكن من الاستمرار في الحياة. هؤلاء الخليلات القديمات من الزبونات الأساسيات للبقال والخباز والجزار الذين يأتون كل صباح لفتح دكاكيهن الصغيرة داخل رحاب القصر على مبعدة من هذا المكان. وببضعة أمطار يبدأ حي آخر، حيث توجد قاعة العرش التي كان يلقي فيها الملك خطبة ويعقد بها ندواته الصحفية، وهناك أيضا تجري اللقاءات الرسمية والأحاديث الدينية خلال شهر رمضان. وهناك أيضا على الأخص خلف حيطان غير معروفة ونوافذ ضئيلة تختفي الإقامة الخاصة للحسن الثاني، حيث يعيش 10 نساء وأبناء الحسن الثاني الذين كانوا يأتون كل واحد ودوره للسلام على والدهم، وذلك حسب ما تقتديه أعراف البروتوكول المخزني، وباستثناء 3 من الأشخاص الذين يطلعون بالترفيه عن الملك وبضعة خدم كبيرين في السن صامتين مثل القبور. باستثناء هؤلاء لا أحد يضع قدميه في ذلك المكان،
وحينما يكون ضروريا تبديل أحد مصابيح الكهرباء أو مد إحدى الزراب الجديدة، فإن العمال الملتحقين بالقصر يدخلون لعين المكان، لكن لا يرافقهم دائما أحد أفراد عبيد العافية، وهو واحد من سلالة عبيد القصر السوء. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.